نروح لوزيرة السياحة رانيا المشاط اللي قابلت وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي العلماء على هامش المشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر بمدينة دبي. اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك استعراض أهمية قطاع السياحة المصري والإمكانيات السياحية الهائلة والطاقات الفندقية الكبيرة التي تتوافر في مصر حيث تحتوي على أكثر من 200 ألف غرفة فندقية. من ناحيته استعرض الوزير الإماراتي خطة بلاده في مجال الذكاء الاصطناعي موضحا أن الاستراتيجية تهدف لتجهيز البنية التحتية بالذكاء الاصطناعي وتحقيق مزيد من الكفاءة في تأدية الخدمات بشكل أسرع وتقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 40%.